هيكون بالزينة. هلا الو، الو، بونجور يا اهلا. مسيو احمد الشيخ، اي نعم، كيفك؟ اهلا. شو اخبارك؟ يا هلا، معك منال عم تحكيك من طرابلس. يا اهلا. حضرتك مسيو قالوا لي انه عندك مزرعة او شيء هيك. اي نعم، ايه شو اخبارك؟ تمام. اشكر الله. الحمد مسيو لله. احمد كثير كثير حكوا لي عن بيضاتك، قالوا لي بيضاتك كثير منيح، وانا هلا بدي افتح سوبر ماركت وبدي يكون يعني اختصاصي البيض، انا كثير بحبه للبيض. ايوه، في شوفك او نشوف بعض مشان تشوف بيضاتك. فكرة عيني. مسيو بدي اسالك، عندك في بيض بصفرين؟ ايه بيطلع. ايه لانه كثير كثير مطلوب عنا هون. اها، طيب كيف البيض عندك؟ كيف انه تسعير بيضاتك؟ غاليين كثير. الو، ايه قالوا غاليين. طيب كيف فينا نشوف بعض؟ وين انت هلا؟ انا بيعكر فوق. بيعكار. طيب ما بتجي على طرابلس؟ اكيد، طيب اكيد بتجيب معك بيضاتك لتشوفهم. بس فكرة بعيني.